بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمانا والمسلمين. اللهم اكتب لنا الخير حيث كان ثم ردنا به يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله جميعا ونفعنا الله بعلومهم في فقه السادة الشافعية. كنا في السبت الماضي بدأنا في كتاب أحكام الصلاة، وكان مقدمة قال: وهي لغة الدعاء، يعني الصلاة لغة بمعنى الدعاء ولا معاني أخرى. وشرعا كما قال الإمام الرافعي نقلا عن السابقين: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. يبقى تعريف الصلاة الشرعي: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. ده تعريف الصلاة عند المسلمين. لكن الصلاة عند العرب قبل ما يجي الإسلام عندهم بمعنى الدعاء، يعني يقول حصلي لك يعني أدعي لك. لحد دلوقتي النصارى المصريين يقول لك أنا حصلي لفلان أدعي له، مش كده برضو باللغة بالمعنى اللغوي. لكن إحنا لما يجي حد يقول لك حصلي، تروح جايب له مصلية وفرشها له وموجهه للقبلة وتقول له أنت متوضي، يعني كأنك بتتكلم على حاجة تانية، على معنى جديد جاء الإسلام أضافه إلى هذه الكلمة، فصارت هي أقوال مخصوصة وأعمال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة، مفتتحة بالتكبير اللي هي تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، اللي هي مثلا يبقى بيحتاج وضوء، يبقى طاهر البدن، ساتر عورته، متوجه للقبلة، يبقى الشرائط المخصوصة المعلومة. قرأنا التعريف وقرأنا اعتراضات المعترضين على أن التعريف غير جامع وغير مانع والردود عليها، ووقفنا على قوله الصلاة المفروضة، وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات خمس. معلوم أن المسلمين مفروض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج صلاة الظهر، أول صلاة على الإطلاق بدأ بالظهر، وبعدين جاءه سيدنا جبريل في أول وقت كل صلاة في أول يوم، وتاني يوم جاءه في آخر وقت كل صلاة عشان يبين له أن ده بين الوقت ده والوقت ده هو ده الظهر، وبين الوقت ده والوقت ده يبقى العصر. وجاءه في اليومين في المغرب عند غروب الشمس، فدل على أن المغرب مضيق مالوش ساعة، فجاءه في المغرب في نفس اليوم. لكن أول يوم جاءه مع الفجر، مع انشقاق الفجر أول الوقت، وبعدين جاءه مع بداية الشروق قبل ما تخرج الشمس، يسموه الإسفار. الإسفار ده اللي قبل ما الشمس تقب كده من الإيه؟ من الأفق. وقال ما بين هذين وقت، وجاءه برضو في وقت الظهر في أوله عندما يصير ظل الشيء، لما يبقى ظل الزوال، عارف ظل الزوال؟ الشمس بتطلع كده من المشرق تفضل طالعة 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 تقرب لحد ما تبقى في منتصف السماء عند درجة 90 زي المنقالة كده. لما تبقى عند درجة 90 وانت حاطط عصاية كده، الظل طول ما هي جاية من الشرق وطالعة، الظل يبقى ايه؟ للغرب، مش كده؟ كل ما تعلى الظل يقصر 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 لحد ما يبقى قربها خالص، كويس؟ أول ما الشمس تبقى في كبد السماء يبقى الظل تحتها، مش كده؟ أول ما تبتدي تنحرف يروح الظل منحرف جاي على الشرق، أول ما الظل ينحرف يبقى ده وقت الظهر، إذن الظهر. يعني مش عايز ساعة، حط عصاية
وبص اول ما الظل الزوال يجي في جهة الشرق قوم اذن الظهر، كويس؟ يفضل بعد كده الشمس قاعدة تنزل في جهة الغرب، وظل الشيء يبتدي يزيد يطول 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 في جهة الشرق. اول ما يبقى ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال زائد ظل الزوال، ظل الزوال قول مثلا 10 سنتي وانت حاطط العصاية طولها متر، يبقى اول ما يبقى متر و10 سنتي في جهة الشرق ده نهاية وقت الظهر واول وقت العصر، قوم اذن العصر، كويس؟ يبتدي الشمس ما زالت قاعدة تنزل، يفضل الظل قاعد يكبر لحد ما توصل للغروب، تنزل في الايه؟ في الافق. اول ما تختفي خالص في الافق تماما المغرب، قوم اذن المغرب، تلاقي في شفق احمر وشفق ابيض وبعدين الظلام، مش كده؟ ده اللي انت بتشوفه. اول ما يختفي الشفق الاحمر قوم اذن العشاء عند الشافعيه والمالكيه والحنابله. عند الاحناف قال لك لا، بزوال بغياب الشفق الابيض كمان، والنتيجه عندنا هنا على وقت الاحناف، النتيجه بتاعتنا دي على وقت الاحناف. ليه؟ لان اللي هيصلي على وقت الاحناف يبقى صحيح صلاته على كل المذاهب، لان وقت الاحناف بعد بقيه المذاهب، مش كده؟ لكن اللي هيصلي على اول الوقت اللي هو الشافعيه والمالكيه هيبقى صلاته بطلع على مذهب الاحناف وصحيح على مذاهب ثانيه. فعلشان كده خروجا من الخلاف، احنا عندنا القاعده الخروج من الخلاف مستحب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في تاني مره جاء عند غياب الشفق وسكت الشفق، الامام الشافعي حمله على الشفق الاحمر والامام ابو حنيفه حمله على الشفق الابيض، لان اللغه تحتمل اللغة، ودي من ضمن اسباب الخلاف في المذاهب ان اللغه واسعه بتحتمل كذا معنى. فالامام الشافعي قال ان العربي الاصيل لما يقول الشفق يقصد الاحمر، والنبي كان عربي اصيل، كويس؟ والامام الشافعي كان عالم في اللغه كبير. الامام ابو حنيفه قال تثبتا نحمل احتياطا على الشفق الابيض، واحنا مش خسرانين حاجه، كده كده وقت العشاء ممدود، كويس؟ فيبقى دي اوقات الصلوات اللي هو الخمس صلوات. يبقى كل مسلم لازم يعرف اوقات الصلاه من غير الساعه، لان ممكن تروح حرب تحارب، ما انت مش عايز تبقى راجل مجاهد في سبيل الله، ممكن تبقى بتحارب وتقعد في صحراء وبعدين عايز تقيم الصلوات تعرفها ازاي؟ ممكن تروح بلد اوروبيه ما فيهاش جاليه اسلاميه، عايز تعرف مواقيت الصلاه هناك ايه؟ بتختلف، تبقى عارف، تبقى راجل فقيه، تعلم نفسك وتعلم المسلمين ازاي تصلي الصلوات بتاعتك. مجرد تبص للشمس، حركة الشمس تعرف اه صلاة الظهر جاء، صلاة العصر جاء، وهكذا، وتصلي وانت مستريح. طب الفجر؟ الفجر؟ الأذان الأول والأذان الثاني. لا، الأذان الأول ده أصل الفجر فيه فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب ده بيبقى مثل ذنب السرحان، تلاقيه مستطيل بالطول كده. أصل سبب الفجر إيه؟ إن ضوء الشمس، الشمس بتبقى تحت الأفق وعايزة تطلع عشان النهار يجي بقى. لما بتبقى تحت الافق بيجي وقت شعاع منها يروح جاي منعكس ويديك ضوء غريب ويختفي تاني، واخد بالك؟ لما تقرب في درجه معينه تحت، لما بيدي ينعكس ويدي لك الضوء اللي بالطول ده، بطول السماء كده عمودي على الافق، ده يسموه الفجر الكاذب. ده بيبقى قبل الفجر الحقيقي بحوالي تلت ساعه لنص ساعه، هو ده اللي بيأذنوا فيه الأذان الأول في هناك في مكة والمدينة، يسموه الفجر الكاذب. ده مش هو ده وقت الفجر الحقيقي، يعني ممكن لو هتصوم تاكل وتشرب وتتسحر وكل حاجة مفيهاش مشكلة، مش هو ده الفجر الحقيقي. الفجر بقى الحقيقي تفضل الشمس تعلى شوية لحد ما تبتدي هتقرب، يوم يبتدي انعكاس ضوء تاني يجيلك بس بالعرض بقى في الأفق، بيشوفوا الناس اللي عايشين في الصحراء، تبص تلاقي يجيلك ضوء كده يروح ضارب الأفق معترض، يسموه ايه؟ يسموه المعترض. معترض يعني ماشي بمحاذاة الافق كده ضوء، تقوم على طول تصلي الفجر، تقوم تأذن وتصلي الفجر، يبقى ده وقت الفجر. ينتهي وقت الفجر بشروق الشمس، اول ما الشمس تبتدي تطلع، واخد بالك؟ يبتدي حاجبها يبان، بس حاجب الشمس يبان مش القرص كله، يبقى انقضى وقت الفجر، يبقى كده قضاء، واخد بالك؟ يبقى سهله الحكايه.
التوقيت اللي هو بيختلف من مكان لمكان بقى. لا في مصر هنا والله يا في ناس قالوا ان الفجر عندنا في مصر اللي مكتوب في النتيجة هنا قبل الفجر الحقيقي بحوالي تلت ساعة، واتقال كلام مثل هذا كثير، لكن كذب بعد ذلك في جريدة الأزهر، في مجلة الأزهر، وقالوا لا الفجر المعتاد عندنا ده هو ده فجر صحيح، صلي عليه الفجر وما تقلقش. لكن على مر الأيام بقالنا سنوات طويلة معظم المساجد يقول لك بعد أذان الفجر نقعد تلت ساعة ونقيم الصلاة، مش كده معظم المساجد بيعملوا كده. فإذا انتظرت التلت ساعة تبقى أنت حتى على الإشاعة دي صلاتك صحيح. طب افرض بقى واحد صلى الفجر طول عمره قبل أذان الفجر وكان التوقيت ده فعلا طلعت الإشاعة دي صح، وبعدين اتضح له أنه بقاله 20 سنة بيصلي الفجر في هذا الميعاد، وبعدين اتضح له أنه كان بيصلي قبل وقته الحقيقي عشان صلحوها بقى مثلا، يوم يعمل إيه؟ يعيد إيه؟ يعيد فجر واحد، هيعيد فجر واحد بس، لأن كل فجر صلى اللي صلى النهاردة يبقى بتاع امبارح، واللي صلى بكرة يبقى بتاع النهاردة، واللي بعده بتاع اليوم اللي قبل، يبقى هو عليه فجر واحد. سهلة سهلة، فالحكاية يعني ميسرة إن شاء الله. لكن على أي حال مجلة الأزهر كذبوا هذه الإشاعة وقالوا لا ده التوقيت ده اللي موجود في النتيجة عند المصريين ده معتمد، وهو ده وقت الفجر، وصوم عليه وصلي عليه وما تقلقش. كويس. فبيقول الصلاة المفروضة أي جنس الصلاة المفروضة، لأن الصلاة، أما يقول الصلاة الألف واللام دي قد تكون للجنس وقد تكون للعهد وقد تكون للاستغراق، مش كده برضو؟ ما هو الألف واللام دي تبقى كده، ما ينفعش نحملها على الاستغراق مطلقا، لأن الصلاة تستغرق الدعاء وغير الدعاء، وإذا استغرقت يبقى تستغرق الفرد والنافلة، تستغرق كله، وإحنا بنتكلم على المفروض، يبقى أكيد الصلاة هنا الألف واللام للعهد، أي الصلاة المعهودة عند المسلمين، واخد بقى؟ يبقى الصلاة المعهودة، عشان كده بيقول لك أي جنس أو تكون لجنس الصلاة المعهودة، يبقى ينفع حملها على العهد وينفع حملها على الجنس، جنس الصلاة المعهودة عند المسلمين. أي جنس الصلاة المفروضة الصادق بالمتعدد، لأن ما يقول الصلاة المفروضة هي الصلاة المفروضة دي أصلا صلوات، ليه بيقول لي بالفرد بالمفرد؟ كان هقول الصلوات المفروضة دول خمسة، يوم يعملها لي مفرد، مش كده برضو؟ مش ممكن تعترض ولا إيه رأيك؟ تقول ليه الشيخ يعني قال الصلاة المفروضة، ما كان هقول الصلوات المفروضة، أنا لو بألف أقول الصلاة المفروضة. لا الشيخ مش أي كلام، لأن المفرد إذا أضيف عم من علامات العموم الإضافة، فيبقى ما قال الصلاة المفروضة أضاف إليها المفروضة فأصبحت عامة لها معنى الجمع، يبقى هي مفردة وليها معنى الجمع، خدت بالك؟ يبقى الرد هنا ما يقول لك الشيخ ليه المصنف قال الصلاة المفروضة وما قالش الصلوات المفروضة، هل هناك اعتراض؟ تقول المعنى واحد، لأنه إذا أضاف إلى المفرد عم كل ما إيه كل أجناسه فيبقى ليها معنى الجمع. سهلة دي الإجابة؟ ليه مفروض هنا كل صفة؟ الصلاة المفروضة ما هي صفة، صفة برضو، أما بتوصف برضو بتاعهم يبقى خصصها، لأن الصلاة المفروضة جنسها، واخد بالك؟ أي جنس الصلاة المفروضة الصادق بالمتعدد، فساوت ما في بعض النسخ من قوله الصلوات المفروضات، فصح الإخبار عنه بقوله خمس، واندفع ما يقال يلزم على النسخة الأولى الإخبار بالجمع عن المفرد، أما يقول الصلاة المفروضة مفرد وبعدين يقول خمس يبقى لازم هنا الإخبار بالجمع على المفرد، فبيقول لا مش مشكلة، على ما في بعض النسخ بتساويهما بالتأويل إن هي جنس الصلاة المفروضة. نعم النسخة الأولى احتاجت للتأويل اللي هي بالمفرد، وما في بعض النسخ اللي هي الصلوات المفروضات مش محتاج لتأويل، وما لا يحتاج للتأويل أولى، يبقى النسخة الأولانية الصلوات المفروضات كانت أولى لأن ما تحتاجش تأويل، واضحة كده أي واحد يسمعها مش محتاج إيه يسأل فيها. والمراد المفروضة أصالة على الأعيان، يبقى المقصود بها المفروضة أي أصلا على الأعيان على كل فرد مسلم،
لأن قد تفرض عليك صلاة خاصة بك بس، كأن نذرت على نفسك صلاة، تبقى أنت مفروض عليك مش مفروض على بقية الناس. واحد نذر أن يصلي كل يوم مثلا مع كل فرد 4 ركعات لله، فصارت 4 ركعات للذي فرض عليه برضه لأنه نذرها. قال مثلا لله علي أن أصلي مع كل فرد 4 ركعات لله، فيبقى وجب عليه كل ما يسمع أذان يصلي 4 ركعات لله لأنه فرضها على نفسه. لكن لما يقول هنا الصلاة المفروضة يقصد المفروضة على الأعيان بالأصالة، أي بأصل الشرع، مش بفعلك أنت بالنذر، لا بأصل الشرع. والمراد المفروضة أصالة على الأعيان، فخرجت المنذورة لأن أصلها الندب، وإنما أوجبها الإنسان على نفسه فعرض لها الوجوب. فالمنذورة دي أصلا هي متطوع، أنت اللي أوجبتها على نفسك، فهي مش فرض أصالة، هي في الحقيقة ندب وأنت اللي فرضته على نفسك. كويس. وخرجت أيضا صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة فرض على الإيه؟ على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فمش على الأعيان. إنما الصلاة المفروضة لازم كل الناس تصلي، مش كده برضو؟ لكن صلاة الجنازة لو شوية قاموا صلوا وبقيت الحي قاعد بره في بيوته خلاص ما يجرش حاجة، يبقى سقطت عن الآخرين. يبقى بيقول على الأعيان خرج صلاة الجنازة. وخرجت صلاة الجنازة لأنها مفروضة على الكفاية، فإذا قام بها البعض كفى عن الباقين. وفرضيتها، فرضية الصلاة يعني معلومة من الدين بالضرورة، يعني كل الناس عارفة أن الصلاة دي فرض على المسلمين، حتى اللي عمره ما راح الأزهر ولا دخل جامع عارف أن الصلاة دي فرض على المسلمين، حتى المسيحيين بتوع مصر بلاش المسلمين عارفين. يعني احنا نسمع أذان الظهر ومعنا دكاترة مسيحيين في المستشفى يقولنا يلا بقى توضوا عشان تصلوا، هم نفسهم عارفين لأنهم بيشوفونا كل ما بنسمع الأذان بنقوم نصلي. يعني حتى أصبحت من الشهرة اللي بيها، اللي ينكرها يبقى كافر، اللي ينكر فرضيتها يكفر، مش محتاجة علام يعني. لكن في بعض الحاجات اللي تخفى في الشرع اللي ينكرها ما يكفرش، لأنها عايزة متخصص يعرف، زي مثلا إن القاتل عمدا لا يرث، القاتل عمدا لا يرث، لو واحد قتل أبوه عشان يورثه يحرم من الإرث، لأن القاعدة من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، القاعدة كده، من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن يمكن في بعض الناس ما يعرفش الحكم ده، فيقول لك بقى معقول القاتل عمدا ما يورث أبوه كمان، بقى معقولة؟ ينكره. تقوم ده ما يكفرش ليه؟ لأن دي عايزة تخصص، عايزة تخصص يعني تغيب عن بعض الناس. نقوم نقول له لا ده الدليل كذا، حتى روح اسأل الشيخ، طب روح دار الإفتاء، يوم ما يسأل ويسأل ويسأل يصدق يسكت. إنما الصلاة مش محتاجة دي، فرضية الصلاة مش محتاجة يروح للدار الإفتاء، كل الناس عارفة إن الصلاة مفروضة، وبالتالي جاحدها منكرها يكفر كفر بواح. إحنا كان معانا أساتذة الجراحة، كانوا بيعلمونا الجراحة في القصر العيني واسمهم مسلمين، وأساتذتنا كان يقول لك نقوم إحنا نصلي، نقول له يا سعادة الإمام ما تيجي تصلي معانا، هو مسلم واسمه مسلم وابوه مسلم وكل حاجه فيه مسلم، يقول اصل الصلاه دي مش هقول لكم اسمائهم لانهم ماتوا رحمهم الله ان كانوا يعني تابوا الله اعلم، كان يقول اصل انتم مش فاهمين الصلاه دي ربنا جعلها للناس علشان تنهى عن الفحشاء والمنكر، انا بقى دلوقتي لا بعمل فحشاء ولا منكر اصلي ليه؟ شوف كلامهم، انا قاعد طول النهار بعالج في العيانين ولا بعمل فحشاء ولا بعمل منكر، أصلي بقى ليه؟ إذا كنت أنا عملت مقصود الصلاة. شوف اللمادة، شوف اللمادة، أهو ده كفر، المنطق ده كفر، ويقعد 20 سنة ما يصليش علشان المنطق الغريب ده، أهو ده كافر غلبان. شفت قد إيه المسألة مش سهلة. لكن بعضهم تابوا على فكرة وصلح حالهم قبل ما يموتوا، بعد ما اتحلوا على المعاش بقى ما يفوتهمش فرض. أعرف واحد والله بعد ما اتحل على المعاش كان لا يركعها إلى أن حيل على المعاش، ولا يصوم رمضان لحد ما بقى 60 سنة عنده لا يصوم رمضان، يبقى رمضان كل الناس صايمة وهو ماشي في القصر العيني بالسجارة وفنجان القهوة عادي خالص، مفيش مشكلة كأنه مفيش رمضان. تيجي تقول له صوم يقول أنتوا صوموا صوموا أنتوا، أنا أنتوا مالكوا بيا؟ وأنا بتاع حاجات من دي؟ وقعد كده سنوات وبعدين اتحل على المعاش
سبحان الله ربنا جاب له هدايه كده، قعد بقى يصلي فرد فرد جنب بيته في الجامع اللي جنب بيته، وطال بيه العمر مات عنده 90 سنة، قعد 30 سنة يصلي. شوف قد ايه، وراح حج وعمل كل حاجه. فانت يعني ما تيأس من حد، سيبها، ما تعرفش الخواتيم تبقى ايه. وبقى وشه منور، وبعد كده دورنا عليه لقينا جد ولي، لقينا ليه جد ولي وبيعملوا له مولد في بحري والله. فقلنا ده بركات جده بقى، ربنا سبحانه وتعالى كرمه وخد بايده بدل ما يأذيه. اصل لما يبقى من ذريته يجي يقابله في الاخره وعامل كده يقول له سودت وشنا، ايه الكلام اللي انت عملته ده؟ فيعني المقصد انك انت يعني ما تيأس من حد، انت سيبها على الله، لكن انت تعرف الاحكام عشان تحمي نفسك الاول. ايوه. لا لا، دي لمواضع. اصل بيقول لك ايه، شوف كل العلماء بيقول لك وفرضيتها معلومه من الدين بالضروره فيكفر جاحدها. اللي يقول لك ملهاش لازمه دي، ما هو بيقول لك ملهاش لازمه، ده كان يقول كده، يقول ملهاش لازمه، هو كان بيقول كده اكتر من واحد، ربنا ينجيهم. ولا يعذر احد في تركها، لا يعذر احد في تركها ما دام في عقله. طول ما انت عاقل انت مطلوب منك تصلي، امتى ما تصليش؟ لما تتجنن او تموت او يدخل في غيبوبه، يبقى دخل في غيبوبه فقد عقله شيء من هذا. في ناس بيجي لهم حاجه اسمها زهايمر، زهايمر ده مرض كده بيصيب الناس، تبص لا يفقد احساسه بالوقت واللي حواليه، ويبقى مش دريان بالدنيا كده، مع انه عايش بياكل ويشرب وكل حاجه ويتحرك، لكنه مش دريان. يبقى ده خلاص مش مطلوب منه بقى ايه حاجه، سيبه ده مالكش دعوه بيه. اللي يخش في الانعاش، انعاش يعني اذا عاش. ان للشك، اذا كان صاحي، ما هو مش كل واحد بيدخل العنايه المركزه بيبقى فاقد وعيه، في ناس بتبقى داخله فاقده وعيها، فده غير مكلف لفقدان وعيه. فاذا فاق بعد يوم واثنين وثلاثه واسبوع، في ناس يقعد في غيبوبه اسبوع اسبوع اسبوعين، ليس عليه اعاده الصلوات الماضيه، لانه ما كانش غير مكلف، كان غير مكلف، بخلاف النائم. يعني اللي ينام له يومين وبعدين قام، نقول له عيد الصلوات اللي نمتها دي، لانه النائم اذا نبه ينتبه، فيبقى ما زال التكليف مسلط عليه. انما اللي في غيبوبه التكليف اترفع خالص، فلما يفوق من الغيبوبه ما تقولوش عيد اللي فات، لانه غير مكلف. ولو كان رمضان ما يصوموش، لانه غير مكلف. خدت بالك ازاي؟ خالص. اول بقى ما يفوق يبقى يصلي، اما يفوق. إذا دخل في العناية المركزة وهو في وعيه يبقى يصلي حسب حاله، إذا كان يقدر يصلي من قيام يصلي من قيام، ما يستطيعش من قعود، ما يستطيعش يبقى من ركود، حسب أي أحواله يعني. أيوه، لأنه غير مكلف، فترة الغيبوبة غير مكلف. والفرق بين الغيبوبة والنوم إيه؟ أن النائم إذا نبه ينتبه، واللي في غيبوبة إذا نبه لا ينتبه. يبقى ده الفرق اللي خلى الحكم مختلف. فبيقول هنا لأن وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة فيكفر جاحدها، ولا يعذر أحد في تركها ما دام في عقل. تارك الصلاة بقى كسلا يعني مش جاحدها ولا حاجة، يعني يقول له يعني قوموا صلوا انتوا بس، ادعوا لي ربنا يسهل، أنا معلش مكسل شوي، ادعوا لي أنا ضعيف مش عارف إيه، لكن حاسس إن هو مقصر لكن ما بيصليش. عند مذهبنا احنا الشافعيه يبقى فاسق، يبقى فاسق بس، مش فاسق وبس، امام الفاسقين كمان، لانها كبيره مش قليله يعني. وعند الحنابله كافر، عند الحنابله كافر، مش كده برضه؟ لكن الامام الشافعي ناظر الامام احمد بن حنبل في المساله دي، الامام احمد بن حنبل كان تلميذ الامام الشافعي، فبيقول له بيقول له ماذا تقول في تارك الصلاه كسلا اذا اراد ان يصلي، أيغتسل ويصلي أم يتوضأ ويصلي؟ قال يتوضأ ويصلي، إذن ليس بكفر. قال له إذن ليس بكفر، فسكت الإمام. فهمت إزاي؟ يعني شوف الإمام الشافعي طريقة جميل كده في المناقشة. يعني واحد ترك الصلاة سنوات كسلا، أكيد في خلال السنوات دي كان بيأتي زوجته فكانت عنده جناب، مش كده برضه؟ ولو كان كافر يبقى كل الغسل اللي كان بيغتسله ده للجنابة غير مقبول، لأنه شرط الغسل للجنابة الإسلام عشان يبقى نيته صحيحة.
يبقى غسل الجنابة ده كله باطل. فإذا أراد أن يصلي عليه أن يغتسل، علشان مش كده برضو كأنه دخل في الإسلام من جديد. فبيسأل الإمام أحمد بن حنبل قال له إذا أراد أن يصلي ده تقول له قوم اغتسل وصلي ولا قوم اتوضى وصلي؟ قال له قول له قوم اتوضى وصلي. قال له إذا ليس بكافر. شفت كلام الإمام الشافعي؟ وعشان كده كلام الإمام الشافعي الدليل معه، الدليل معه. فيبقى هو فاسق ولكن على خطر عظيم، على خطر عظيم من سوء الخاتمة، على خطر عظيم من سوء الحساب، على خطر عظيم من النحس اللي يبقى عايش فيه، واخد بالك؟ فيبقى الإنسان لازم يبادر ويحافظ على صلاته. خمس يعني عددها خمس، أي في كل يوم وليلة ولو تقديرا. أما يقول لك خمس صلوات في اليوم والليلة ولو تقديرا، ليه تقديرا؟ يعني علشان أيام المسيح الدجال. هو المسيح الدجال الرسول قال إيه؟ هيمكث 40 يوما، أول يوم كسنة وتاني يوم كشهر وتالت يوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامكم هذه. فيبقى فسألوا الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له اليوم الذي كسنا يا رسول الله يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فهمت؟ سؤال حلو وجيه. قال اقدروا قدره. قال لا مش هيكفيكوا صلاة يوم واحد، اقدروا قدره. انتوا بتصلوا الصبح، بين الصبح والظهر كم ساعة؟ 6 ساعات. يبقى بعد ما تصلي الصبح 6 ساعات وصلي الظهر، وساعتين وصلي العصر، وساعتين الا ربع وصلي المغرب، وساعة ونص وصلي العشاء، و8 ساعات وصلي الصبح، وهكذا. اقدروا له قدره، مش كده برضو؟ لحد ما ينقضي اليوم ده. فعلشان كده بيقولك ولو تقديرا. يبقى الفقهاء ما يقولك كلمة مش قايلها اعتباطه، يقولك يوم وليلة، أي خمس صلوات في اليوم والليلة ولو تقديرا، يعني ولو كان اليوم مقدر. وعلشان كده يفيد كمان البلاد الإسلامية، لو دخل الإسلام في البلاد اللي بيبقى عندها نهار 6 شهور وليل 6 شهور في القطبين. في أماكن في الكرة الأرضية تلاقي 6 شهور نهار و6 شهور ليل. طب ده هيصلي المغرب في عز ما الشمس طالعة، يبقى تقديرا، يبقى هيصلي تقديرا، يبقى بيصلي المغرب والشمس طالعة، ويصلي العشاء والشمس طالعة، ويصلي الظهر والشمس طالعة، والفجر والشمس طالعة، على مواقيت إيه؟ على مواقيت مكة اللي هي نزل فيها القرآن، مش كده برضو؟ أو على على مواقيت المدينة. المهم هياخد له ميقات معين ويمشي عليه. ها؟ أو أقرب بلد إسلام، ممكن. كل دي خلاف بين العلماء بقى، لكن على المهم هيقدر، هتبقى تقديرية. فهمت بقى المسألة؟ كلام الفقهاء ما يقول لك ولو تقديرا، يبقى مهم الحتة دي. وتفيد كمان اللي قاعد على القمر. راكب مثلا سفينة فضاء وراح قعدوا في القمر، يبقى هيقدر اليوم في القمر غير اليوم في الأرض، غير اليوم في المريخ، غير اليوم في المشتر. وفهمت ازاي؟ يبقى كمان كلام الفقهاء ده مهم، لأن في حرب الكواكب يمكن يعملوا لنا كتيبة مثلا تقعد في المريخ، ولا يبقى نهارنا زحل ونقعد في زحل، واخد بالك ازاي؟ يبقى ساعتها لازم تبقى ايه؟ تقدر على يوم الأرض. ليه؟ لأن التكليف جاء في الأرض، في كوكب الأرض، فما تقدروش على اليوم الكوكب اللي انت رحت فيه، تفضل مرتبط بكوكب الأرض لأنه التكليف نزل في كوكب الأرض. افهم الكلام ده مهم. وكمان لما تيجي تتيمم تاخد معاك شوية تراب من الأرض، لأن ما ينفعش تتيمم بتراب زحل ولا تراب المشتري ولا تراب القمر. افهم الكلام ده مهم. الفقهاء لازم الحاجات دي مهمة علشان الواحد يعرف ازاي يتصرف في الأحكام الفقهية المختلفة. كان أحد العرب أمراء السعودية طلع في رحلة فضاء، حاجة كده، وكان الشيخ عبد الله الصديق الغماري شيخنا كان عايش ساعتها. فبيسألوه يا مولانا إزاي يتوضى وهو في سفينة الفضاء، وهم في سفينة الفضاء بيحولوا البول بتاعهم بحركات تنقية إلى مية يشربوه تاني، فهل المية دي بعد ما كانت أصلها بول طهرت فيعرف يتوضى بيها؟ فهمت السؤال؟ فهم السيد عبد الله قال لها ما ينفعش، لأن الماء النجس، البول النجس لا يطهر أبدا إلا إذا ألقي في ماء كثير، فيبقى ساعتها المية الكثيرة طهرت. يعني رميت البول بتاعك
في 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 بانيو في أكثر من قلتين، يعني أكثر من 96 لتر، ولم تغير رائحته، واخد بالك، ولا طعمه، يبقى ساعتها طهر الكل، يبقى يطهر بالمكاثرة، لكن ما يطهرش بالتنقية الكيماوية في الشرع. قد يكون بقى بالطب نقي ما يضرش اشربه بالطب، لكن بالشرع لا، نجس، ما زال نجسا. فهمت كلام الشيخ؟ فقال لنا ما ينفعش يتوضى بالمية دي، لان دي اصلها نجس ولم تطهر بطريقة شرعية. طب يصلي ازاي يا عم الشيخ؟ اما قعد الشيخ عبد الله كده يفكر كده، وقال هو ايه اللي طلعه فوق؟ رحمه الله. فيعني بتبقى لفتة ظريفة من المشايخ. فبيقول أي في كل يوم وليلة ولو تقديرا، فشمل الأيام الثلاثة من أيام الدجال، فإنه يخرج في آخر الدنيا ويمكث 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة وباقي الأيام كأيامكم هذه. فسألت الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر ذلك فقالوا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. فتحرر الأوقات بنحو الساعات للصلوات والصوم وسائر العبادات الزمانية، بل وغير العبادات، كحلول الأجال، كحلول الأجال، أجل الدين مثلا، أنت عليك دين وهتقول للراجل، هتقولك بعد سنة أو بعد أسبوع ولا بعد شهر، يبقى تقدر له قدر. فهمت برضو إزاي؟ أو مثلا حولان الحول بالنسبة للي عليه زكاة مال، يحسبها يقدر قدرها، وهكذا كل الحاجات دي يقدر لها قدرها. ويقاس به اليومان التاليان له، اللي هو اليوم كشهر واليوم كأسبوع. وليلة طلوع الشمس من مغربها برضه، لما هتطلع الشمس من مغربها علامة انغلاق التوبة في آخر الزمان، بعد وفاة سيدنا عيسى بن مريم كمان، بعد ما ينزل سيدنا عيسى، بعد يأجوج ومأجوج، وبعد الدجال، كل ده بعد الحكاية دي كلها. هيجي يوم من الأيام كده المسلمين بعد ما يصلوا الصبح يطلعوا من الجامع يلاقوا الشمس طالعة من مغرب، في هذا اليوم ضحى هذا اليوم هتخرج الدابة اللي هي هتعلم بقى الناس ايه ده مؤمن وده كافر، في ضحى اليوم اللي هتخرج فيه الشمس من مغرب. فهذا اليوم هيطول شوية. وليلة طلوع الشمس من مغربها فإنها تطول بقدر 3 ليالي، يعني لما هتبقى الشمس هتطلع من مغربها، الشمس أصلها هتقعد تلف لفة كبيرة من تحت، ما أنت مش شايف، لحد ما تغير اتجاهها، واخد بالك، فهتطول بقدر 3 ليالي، يعني الليل يفضل الواحد ينام ويقوم يلاقي الدنيا لسه مليلة، النار مش عايز يطلع. فهمت ازاي؟ فالليلة الأولى قد صلى الناس مغربها وعشاءها، وأما الليلتان البقيتان فيقدران بيوم وليلة، فيجب فيهما 5 صلوات فتقضى، يبقى الناس بعد كده هيقضوهم، لأن الناس لا تعلمها إلا بطلوع الشمس من مغربها صبيحتها. وقال ابن قاسم والوجه أنها ليلة واحدة، ابن قاسم الغزي قال لا، أنا رأيي أن دي ليلة واحدة، يبقى فيها خلاف بين الفقهاء في ليلة إيه؟ طلوع الشمس من المغرب. والوجه أنها ليلة واحدة طالت، حيث لم تنقص أيام الشهر ولا ليالي، بخلاف أيام الدجال، لأنه قد فات فيها عدد من الأيام والليالي، ويجري في ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة من غير غروب، زي الحتة اللي بقولك فيها شهور طويلة نهار أو شهور طويلة ليل. وأكثر العلماء على أن اختصاص الصلوات الخمس بأوقاتها تعبدي، وأبدى بعضهم له حكمة، يعني ليه الصلوات مرتبطة بهذه الأوقات؟ العلماء قالوا دي تعبدية، ما نعرفش حكمتها، تعبدي يعني غير معلومة الحكمة، أمر من الله نقول حاضر سمعنا وأطعنا. بعض العلماء استنتج لها بعض الحكم هيقولها لك. وأبدى بعضهم له حكمة، وهي تذكر الإنسان بها نشأته فكماله في البطن وتهيئه للخروج منها كطلوع الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس، فوجب الصبح حينئذ تذكيرا لذلك، كأن الفجر ده ولادة يوم جديد، فبيفكرك بولادتك كويس، لأنه برضو ده ولادة يوم جديد، وولادته كطلوع الشمس ومنشأه كارتفاعها،
وبعدين الشمس قاعدة ترتفع ترتفع، إذا كانت طفلة ترتفع ترتفع تبقى صبية تبقى شابة، وبعدين تبتدي تغرب تغرب تشيخ 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 وبعدين تموت. يبقى بيفكرك بقصة حياتك، يبقى اليوم كله بيفكرك بقصة حياتك كل يوم، انك انت برضو مسيرك زي ما اشرقت على الاكوان بولادتك لابد ان يأتي يوم تغرب فيه كما تغرب هذه الشمس. يوم هو بيفكرك كل يوم ربك عشان تلقاه. كطلوع الشمس ومنشأه، يعني منشأ الرجل او الانسان، كارتفاعها وشبابه كوقوفها عند الاستواء، وكهولته كميلها، فوجبت الظهر حينئذ تذكيرا لذلك. بعد ما عند الزوال لما تميل كده يبقى دي الكهولة، يبقى ده يقوم يصلي الظهر. وشيخوخته كقربها للغروب، فوجبت العصر حينئذ تذكيرا لذلك. وموته كغروبها، فوجبت المغرب تذكيرا لذلك. وفناء جسمه، يعني بالأرض تاكل جسمه بقى، كان محاق أثر الشمس بمغيب الشفق الأحمر، فوجبت العشاء حينئذ تذكيرا لذلك. وحكمة كون الصبح، يجيب لك بقى حكمة الركعات بقى كمان، ليه الصبح ركعتين وليه الظهر أربعة وده أربعة وبعدين ثلاثة وبعدين أربعة، ليه الحكمة دي؟ وحكمة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم، فيقوم ربنا يفرض عليك حاجة قصيرة تخلصها بسرعة، اتنين عشان لسه كسل تعبان وصح. وحكمة كون كل من الظهر والعصر أربعا توفر النشاط عندهم. وحكمة كون المغرب ثلاثا الإشارة إلى أنها وتر النهار. وحكمة كون العشاء أربعا جبر نقص الليل عن النهار، إذ فيه فرضان، لأن الليل إذ فيه فرضان وفي النهار ثلاثة. وأيضا فقد جعل الله للملائكة أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فتتوصل بها إلى الملأ الأعلى، فجعل سبحانه وتعالى للآدميين الصلوات مثنى وثلاثة ورباع كأجنحة الملائكة فيتوصلون بها إلى الله تعالى. كل دي حكم يعني ظريفة، يعني كل دي من الحاجات إيه الإشارات اللطيفة، إحنا مش ملزمين نعرفها لكنها بتبقى لطائف بيكتبها العلماء في الكتب، يعني بتدي لك برضو نوع من الإيه من الإشارات الجميلة. وحكمة كونها خمسا أن أوتاد الدنيا خمسة جبال التي بينها الكعبة، فالصلوات الخمس أوتاد الدين، كما أن الجبال الخمس أوتاد الدنيا، واجتماع الخمس من خصوصيات هذه الأمة ليعظم لها الأجر ولم تجتمع لمن قبلنا من الأمم. فقد ورد أن الصبح كانت لآدم، كانت مفروضة على سيدنا آدم، والظهر لداود، والعصر لسليمان، والمغرب ليعقوب، والعشاء ليونس ذكره الرافعي واسمه عبد الكريم في شرح مسند الشافعي، وهو مجلدان ضخمان. وقد نظم ذلك بعضهم في قولهم في قوله لآدم صبح والعشاء ليونس، وظهر لداود، وعصر لنجله وسليمان، ومغرب يعقوب، كذا شرح شرح مسنده لعبد الكريم فاشكرن لفضله. وردت في أخبار مسندة ليست للنبي، لكن مسندة مثلا للتابعين لتابع التابعين لبعض الصحابة لعلماء أهل الكتاب كده. وإحنا عندنا الحاجات دي بناخدها على سبيل يعني النكت الظريفة، لكن مش ملزمين بتصديقها ومش مأمورين بتكذبها. خدت بالك إزاي؟ برضو ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر جميع الأنبياء في قصة في سورة الأنعام قال لي لنبينا إيه؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني بهداهم جميعا اقتدي، فاجتمع في النبي وأمته ما تفرق في سائر الأنبياء. فهو يوافق برضو القرآن إن اجتمع في أمته ما تفرق في الأنبياء السابقين، يعني تحتمل برضو ما يدورش. وتخصيص كل بالصلاة في هذا الوقت لعله لكونه قبلت فيه توبته أو حصلت له فيه نعمة، وظاهر هذا أنها كانت على الكيفية المعروفة في هذه الأوقات، مع أنهم ذكروا أن الكيفية المخصوصة اللي احنا بنصلي بها دي من خصوصيات هذه الأمة، فلعلها لم تكن على هذه الكيفية. وعن بعضهم ما فيه مخالفة لذلك،
فقيل كانت الظهر لإبراهيم وكانت العصر ليونس وقيل للعزير وكانت المغرب لداود وقيل لعيسى فصلى ركعتين كفارة لما نسب إليه وركع كفارة لما نسب لأمه وكانت العشاء لموسى وقيل من خصوصيات نبينا وهو الأصح الأصح من خصوصيات نبينا. وكل اللي فات ده يعني أخبار ما تقدرش يعني تؤيدها. ويجاب عما ورد من أنها كانت ليونس أو لموسى بأن المراد بالصلاة الواقعة منه حينئذ الدعاء، يعني الصلاة الواقعة منه كانت بمعنى الدعاء مش بمعنى الصلاة المخصوصة بتاعتنا. وعلى هذا فيكون الله جمع لنبينا ولأمته ما تفرق في الأنبياء وأممهم، وميز نبينا بزيادة عليهم تشريفا له وتعظيما لأجره، زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما صلى الله عليه وسلم. يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ. يبقى يجب كل صلاة بأول وقتها يجب تصليها، بس وجوب على الفور ولا وجوب موسع؟ وجوب موسع. يعني إيه؟ لأن فرض وقت فرض الصلاة يسعها وزيادة، يبقى كل وقت يسع المفروض فيه وزيادة يبقى الواجب فيه واجب موسع، وإن كان لا يسع معه غيره يبقى يسموه واجب مضيق. يبقى الحج واجب مضيق لأنه لا يسع إلا يوم عرفة، عدى يوم عرفة ما عرفش حج يبقى مضيق بعرفة، هو واجب على التراخي لكن من حيث وقته مضيق، يبقى واجب على التراخي من حيث أن أنا أشرع فيه وهو مضيق من حيث أنه هو مرتبط بيوم. والصيام واجب مضيق لأنه لا يسع مع يومه صيام آخر، ما تعرفش تصوم يومين في يوم الصيام لأن الصيام من الفجر للمغرب مش كده برضو؟ هل تعرف تدخل معه صيام آخر؟ تعرفش، يبقى اسمه واجب مضيق لأنه وقته يشمله كله، يشمل العبادة كلها. إنما الظهر تقدر تصلي أربع ركعات وأربع ركعات وأربع ركعات وأربع ركعات زي ما أنت عايز لحد ما العصر إيه، يبقى يشمله ويشمل إيه مثله كتير، فيبقى يسموه واجب موسع. واجب موسع، فهمت بقى الفرق بين الموسع والمضيق؟ لكن هو واجب في أول وقتها بأول الوقت وأفضل، لكن لا يأثم إلا لو ضاع الوقت كله. يبتدي الوقت يضيق كلما بعدت عن بداية الوقت ودخلت في إيه قربت للوقت الذي يليه، يبتدي يضيق 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 لحد ما يبقى قدرها بس. الظهر أربع ركعات يعني على حد ما يبقى باقي وقت يا دوب اتوضى واصلي اربع ركعات اسلم كده ياذن للعصر، يبقى كده خلاص ضاق بقى، فهمت ازاي؟ وساعتها تبقى اداء برضو. طيب لو اخرته عن كده ادخل بقى في الاسم مع وقوعها اداء، مع وقوعها اداء يعني ادركت من الظهر ركعه قبل ان يؤذن للعصر وقعت اداء مع الاسم بسبب التاخير، مع الاسم بسبب التاخير. إنما لو سلمت أذن مفيش إثم، فهمت بقى المسألة؟ لكن فاتني فضيلة أول الوقت، فاتني فضيلة أول، لأن أول الوقت دي له فضيلة زائدة، له عبادة، يعني هو عبادة زائدة على الصلاة إنك أنت بتسارع بأدائها في أول وقتها. فهنا بيقول يجب كل منها بأول الوقت أي بأول وقته المحدود له شرعا، وقوله وجوبا موسعا أي موسعا فيه لأنه لا يجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور، بل يجوز تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. كويس. لكن إن لم يفعلها في أول وقتها هل يجب عليه العزم على فعلها قبل خروج الوقت؟ الشافعي قالوا يجب. دي مسألة، في مسألة الواجب الموسع ده في الفقه، في ناس قالوا يجب العزم إن أخر عن أول وقتها يجب العزم على أدائها في أثناء وقتها، يبقى أول ما تسمع الأذان وأنت مش مستعد تصلي الدور إلا بعد ساعة وجب عليك العزم على أن تؤديها
في أثناء وقتها. كويس، ده على مذهب الشافعية كده. على تعزم في قلبك النية. اه ما هو العزم اللي هي النية القصد. تاخذ الاجر بالعزم ده؟ يعني الواحد ياخذ اجر الجماعة لو مات بقى وما لحقش يقضيها يفيده، لو مات قبل ما يصليها يبقى مقابل ربه كان ناوي يصلي، انما اللي ما نواش ومات واخد بالك يبقى ميت مقصر عليه فرض ما ادهوش، يبقى هتفيده في حال موته. فهمت ازاي؟ تفيده في حال موته. لكن على اي حال الشافعيه مطلقا سواء مات ولا ما ماتش لو لم يعزم يبقى دخل في الكراهه. فهمت؟ لكن في مذاهب تانية قالوا لا يجب عليه العزم، لا يجب عليه العزم، لان هل العزم بدل عن الاداء ولا هو ليس ببدل عن الاداء؟ ان كان بدل عن الاداء طب ليه هيصلي بعد ما عزم؟ وان كان ليس ببدل يبقى ملوش لازمه لانه ليس مبدل منه. فهمت المساله؟ ففيها خلاف ومناقشه بين الاصوليين على اي حال، لكن الشافعيه اختاروا وجوب العزم، الشافعيه اختاروا وجوب العزم وان كان الدليل ليس معه، لان الشافعيه مبنى مذهبهم على الاحتياط في العبادات، مبنى مذهبهم اساسا الاحتياطات في العبادات. لكن لما تقعد تناقشها بالمقتضيات العقليه تجد انه لا يجب عليه العزم، لا يجب عليه العزم. يعني لو مات بين الظهر والعصر وكان لسه في وقت متسع ربنا مش هيسأله على الظهر، لكن هيسأله على الظهر امتى؟ لو مات مع اذان العصر وما كانش لسه صلى الظهر يبقى هيسأله على الظهر. فهمت بقى المساله؟ ده الراجح يعني. طب طالما مبدأ الشافعيه الاحتياط لا بد، طب ليه ما خدوش العشاء في الشفق الابيض مش الاحمر؟ لانه عندهم الدليل واضح، الدليل عندهم واضح فيها اللغه العربيه من حيث اللغه. عندهم الدليل واضح، جابوا جميع العرب. الامام الشافعي قاعد يسال العرب، هو عرب، لما اقول لك غاب الشفق يا ايها العربي تفهم ايه؟ يقول له غياب الاحمر. ما لقاش واحد قال له الابيض ابدا، ولا عربي قال له الابيض. والقران عربي والنبي عربي، مش ربنا بيقول قرانا عربيا غير ذي عوج؟ فقال لك خلاص، يبقى لما النبي يقول جاءني عند غياب الشفق يبقى ده عربي قرشي بيقول عند غياب الشفق. يا اهل قريش لما بتقولوا غاب الشفق تقصدوا ايه يا قريش؟ قالوا له احمر، يبقى النبي يقصد الاحمر. فهمت الكلام بقى؟ الشافعيه ادي الحكايه بالدليل من اللغه يعني. لكن ان لم يفعلها في اول وقتها يجب عليه العزم على فعلها قبل خروج الوقت، فيجب عليه بدخول الوقت احد امرين، اما الفعل او العزم عليه في الوقت. فان لم يفعل ولم يعزم اثم، فإن عزم على الفعل فيه ولم يفعل ومات مع اتساع الوقت لا يموت عاصيا. سهلة، لأن لها وقتا محدودا بحيث لو أخرجها عنه لأثم، وبهذا فارقت الحج. فإنه لو أخره شخص مع الاستطاعة ثم مات يموت عاصيا، لأن وقته العمر وقد أخرجه عنه، والعزم المذكور خاص. وأما العزم العام فهو أن يعزم الشخص عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن لم يعزم على ذلك عصى، ويصح تداركه لمن فاته ذلك ككثير من الناس. ولا يخفى أن العزم هو القصد والتصميم على الفعل، وهو أحد مراتب القصد المنظومة. في قول بعضهم مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فهمت كلام؟ يعني مراتب النفس ايه؟ الحاجة لما بتبقى لسه في نفسك قبل ما تتحول الى فعل في الخارج بتمر بايه؟ بمراحل ايه؟ قالك بتمر بالهاجس. الهاجس ده يعني حاجة تيجي وتختفي كده. كويس؟ وبعدين خاطر، الخاطر يقعد شوية. حتى أنت ساعات لما تلاقي واحد ماشي بالراحة يقول له أنت بتتمخطر، لأن الخاطر يبقى ليه تؤدة كده. كويس؟ يبقى الهاجس يجي كده زي الضوء ويختفي، ده الهاجس. الخاطر يقعد شوية وبعدين يختفي برضه. وبعدين بعد كده حديث النفس تقوى شوية، تقوم تاخد وتدي مع نفسك. يجي لك الهاجس ده جري
وبعدين جالك الخاطر قعد شويه وبعدين مشي وبعد كده جه فقعدت تاخد وتدي، اعمل ما اعملش، لا اعمل، لا يا واد ما يصحش، لا اعمل، يبقى اسمه حديث نفس. فهمت ازاي؟ بعد كده بعد حديث النفس قررت اعمل بقى، عزمت، مش كده برضه؟ يبقى العزم. وبعد العزم يليه الهم، هميت، وبعد ما هميت يبقى عزمت. العزم يكون مطابق للفعل، والهم يكون قبل الفعل، والاثنين فيهم التصميم. الفرق بين الهم والعزم ان الهم فيه تصميم والعزم فيه تصميم، لكن الهم قبل الفعل والعزم مطابق للفعل. فهمت بقى ازاي؟ ربك سبحانه وتعالى لا يؤاخذك بكل ده الا العزم، هو اللي يؤاخذك بيه. واضح الكلام؟ سهل؟ وعلى شكلها في قصة سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها، يبقى لا يؤخذ بالهم حتى لو كان هو هم الرجل بالمرأة، لأنه ما كانش فيه عزم، ما قالش عزم، قال ولقد همت به وهم بها، يبقى همها يحمل على العزم لأنها طابقة لفعلها. والهم عند سيدنا يوسف لا يحمل على العزم اعتبارا لعصمته، ويكون غير مؤاخذ به. واضح الكلام؟ سهل؟ لكن في أقوال كثيرة في قصة سيدنا يوسف. يبقى مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير اللي هو العزم، ففيه الأخذ قد وقع. لكن الهم يؤاخذ به في حال واحد، في الحرمين. في الحرمين ليه؟ لشدة حرمة الأماكن المقدسة. يبقى في مكة ربك يؤخذك بالهم، بره مكة ما يؤخذكش بالهم. حتى المدينة لا يؤخذك بالهم لشفاعة نبيين، مع ان المدينة حرم برضه بس فيها شفاعة النبي فتعدي، لكن مكة لا. ربك بيقول ايه؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد يعني هم، يبقى الهم يؤخذ فيه في الحرم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ايه؟ يبقى في الخاطر الهاجس الاول، فخاطر فحديث نفس فهم فعزم، خمس مرات كلها رفعت الا الاخير فبه الاخذ قد وقع، يعني المؤاخذة، يعني لانه مع العمل، لانه يبقى مطابق للعمل، مطابق للعمل. إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، أي ويستمر كذلك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسعها بأخف ممكن. يعني يبقى باقي من الوقت تصلي فيه الظهر بفتحة واحدة في كل ركعة من غير سورة، وتسبح تسبيحة واحدة مع الاطمئنان في كل ركعة، في كل ركوع وفي كل سجدة، أقل ما يمكن. خدت بالك؟ يبقى لما يبقى خلاص كده، يعني لو هتصلي الظهر بالطريقة دي، يعني عايز إيه؟ عايز 3 دقايق مثلا او 4 دقايق، يبقى هي 4 دقايق وخلصت، يبقى كده ده انتهى وقتها. اي يستمر كذلك لان يبقى من الوقت قدر يسعها باخف ممكن. وقول فيضيق حينئذ، اي حين اذا بقي من الوقت ما يسعها فتجب الصلاة فورا. يبقى اول ما يبقى فاضل على العصر 10 دقايق فورا قوم بقى صلي، ضاق الوقت بقى، ما فيش حاجة طب اديني فرصة، طب كمان شوية، ما ينفعش، ضاق الوقت قوم. فهمت بقى المسألة؟ لأنه ضاق الوقت. لكن فاضل ساعة على العصر أقول لك قوم صلي، تقول لي طب بس هشرب الشاي، طب بس هعمل مكالمة، طب هبص في الجورنال، طب هتفرج على الماتش. فهمت إيه؟ تقوم تسكت أنت شوية وتعمل أي حاجة وترجع تلاقيه لسه قاعد، يا جدع قوم بقى. بعد كده خلاص بقى 5 دقايق تروح طافي له التلفزيون وزقه بقى، قوم بقى، قوم بقى صلي يا اخي، الوقت ده بقى يا اخي، هو ما بقاش فيه دم لما تبقى واخد عليه، يعني لما تبقى مش واخد عليه هيضربك. فإن شرع في الصلاة والباقي من الوقت ما يسع الواجبات والسنن جاز له المد وإن خرج الوقت. يعني افرض انا بدأت في الصلاة، صلاة الظهر قبل العصر بنص ساعة، يبقى ممكن اصليها بقى براحتي، اقرا الفاتحة براحتي واقرا سورة واسبح 11 تسبيحة واما اركع براحتي واما ارفع براحتي واقعد ادعي بعد التشهد، اعمل شغل بقى براحتي، اعمل كل السنن بقى لان ده نص ساعة. فقعد راح مصلي في الركعة الاولى
يجي حزب بعد الفتح، والركعة الثانية ربعين، وقاعد بقى وبعدين جاء في الركعة الأخيرة إذن العصر، يبقى لا يأس، لا يأس، ما فيهاش حاجة. ليه؟ لأنه شرع أصلا في وقت براح. الصورة دي ما تخلوش يأس. سيدنا أبو بكر الصديق وهو خليفة صلى بالناس الصبح بسورة البقرة كاملة، فلما خرجوا لقوا الشمس بتلسع، شمس طلعت وبقت ايه ده، بادين صلاة الصبح من الضلمة، خرجوا لقوا الشمس لسعت الناس، فقالوا له يا خليفة رسول الله بس ايه اللي انت عملته فينا ده؟ قال لقد اشرقت علينا ولسنا في معصية، كنا في طاعة. فسكت الصحابة واقروا على ذلك. فهمت المسألة؟ فعلشان كده العلماء قالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالصحابة مرة بسورة الأعراف كاملة، يعني معناه أكيد العشاء دخل، أكيد العشاء دخل. سورة الأعراف دي 10 أرباع يا أستاذ، بقراءة النبي يبقى عايزة 3 ساعات، عايزة 2:30 مثلا بقراءة النبي، مش بقراءتنا احنا اللي هو على طول اقلب، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قراءته مد، ويجي عند آيات العذاب يستعيذ، آيات الدعاء يدعو، يعني كده بيناجي ربه بقى حاجة تانية جميلة. يا رب يسمعنا صوت النبي في الصلاة كده، يجي لنا في رؤية نصلي وراحت ونسمع صوته، في ناس كده شافوه والله يصلوا وراه وسمعوا صوته، ربنا يعني يكرمنا بهذا. صوت النبي أجمل صوت على فكرة بالقرآن، يا لي صوت رب العالمين لما تسمع القرآن من رب العالمين في الجنة. يعني في الجنة بقى هيجتمع أهل الجنة كده في سوق الجنة، وكل واحد يقرأ بقى ويستعرض بقى الصوت بتاعه والحلاوة بقى، يقول لك الناس بقى هتنبهر بصوت سيدنا داود. سيدنا داود بقى هيقرا القرآن بقى في الجنة، ايه ده ولا عباسط، عباسط ايه بقى سيدنا داود، ما عباسط هيبقى قاعد برضه سامع مثلا، فهيبقى ايه صوت بقى ايه الناس يحسوا انه اول مرة يسمعوا القرآن من حلاوته، ما سمعوش قبل كده. يجي بقى سيدنا رسول الله عليه الدور يقرا بقى، يا يقولوا ايه ده، ده احنا اول مرة نسمعه، ده احنا ما سمعناش قبل كده. وبعد كده ربنا يسمعهم بقى القرآن بصوته سبحانه وتعالى، ربنا يكرمنا ويجمعنا هناك. يبقى علشان كده بيقول لك ايه، ولذلك روي عن الصديق انه طول بهم في صلاة الصبح، فقيل له بعد ان فرغ كادت الشمس ان تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. فهذه سورة المد الجائز، ومع ذلك فالأولى تركه، ومع ذلك فالأولى ما تبقاش عادتك، يعني تعملها مرة كده من عمرك ما جراش حاجة، خليتك الجلالة وحبيت قوي ولقيت نفسك مش عارف تخلص الصلاة، قرة عينك بقت في الصلاة بقى مش عارف تخلص، دخلت فيها مش عارف تخلص، معلش مرة مرتين إنما تسوقش فيها بقى، مش كل مرة كده، يعني الأولى ترك هذا. ثم إن أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء، وإلا فقضاء لا إثم فيه. ده لو إيه، لو هو أدرك قبلها بمدة، أنا حصلي الظهر قبل العصر بنص ساعة، رحت قاري سورة البقرة في الركعة الأولى، يعني العصر إدن بقى وأنا لسه في الركعة الأولى، لا إثم. لكن الأولى ما أعملش كده، الأولى أصلي في وقتها. فهمت المسألة؟ وإن شرع فيها والباقي من الوقت ما يسع الواجبات فقط فالأفضل له الإتيان بالسنن. وهذه الصورة غير صورة المد الجائز، يبقى الصورة الثانية، يبقى الصورة الأولانية إنه هيشرع فيها في وقت يسمح بإنك تأتيها كاملة بواجباتها وسننها، يبقى حتى لو مدته خرج وقتها ما فيهاش حاجة، لكن الأولى تركه. المرة الثانية، الصورة الثانية بقى، إن باقي من الوقت بقدر الواجبات فقط، بحيث تؤديها كلها مع فعل واجبات الصلاة بس دون السنن، فلك أن تفعل معها السنن وتدرك بعضها في الوقت وبعدها خارج الوقت. فهمت ازاي؟ دي الصورة الثانية. وإن شرع فيها والباقي من الوقت ما لا يسع الواجبات فيجب عليه الاقتصار على الفرائض. يبقى أنت لازم تعرف أركان الصلاة بقى، علشان لما يضيق الوقت تقوم تعمل ايه الفرائض بس، تبقى راجل عالم بقى، تعرف ايه الفرائض اللي تعملها،
مش فاضل فاضل حيقدر خلاص بيولع البتاع الراديو وانت بتقول الله اكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. يا اخي التلامة دي يا اخي يا اخي يا الراجل حيقدر الحق يا اخي خلاص الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان ما تقولش حتى اعوذ بالله من الشيطان قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفتح الله اكبر وركع خلص خلص الراجل حيقدر. فهمت ازاي؟ يبقى لازم يبقى عارف الفرائض. ليه؟ لان الوقت ضاق خلاص كان بالظبط هتنقذ حاجه هتموت. الصلاه دي وقتها هيخلص بتموت واحد بيموت واخد بالك مش عارف ياخد نفسه وجاي لك في المستشفى تقوم تقعد تسرح له شعره. حاجه غريبه قوي دي والله لو عمل كده كنت هرزعه على لو دكتور عمل كده مش عارف ياخد نفسه الاول خليه ياخد نفسه وبعدين بسرح له شعره. تصور بقى يقول لك اصل لقيته منكوش كده. هو ده بالظبط زي اللي الصلاه هتخلص وقتها هيخلص هيأذن هو لسه ما صلاش يوم يقول بقى الله اكبر ويقعد يقول دعاء الاستفتاح وبعدين يدعي وبعدين الاستعاذه وبعدين يقرا بقى الفاتحه براحته ويمد. ايه ده؟ هو ده بالظبط زي ده فتبقى غير مقبول. انقذ الصلاه هتموت منك. فهمت المساله؟ فيجب علي الاقتصار على الفرائض. ونفس الحكايه في الوضوء. انا دلوقتي مش متودي والدور خلاص العصر فل عليه خمس دقايق اما اجي اتوضى مفيش داعي بقى اقعد اتمضمض ثلاثه واستنشق ثلاثه واغسل وشي ثلاث مرات وايديا مش وقته. لا الميه موجوده اروح اغسل وشي على طول مره واحده بسرعه مفيش مضمضه وكله مره واحده مره واحده مره واحده مره وعلى طول وانا وما انزلش من على السلم كمان واجي جنب الميضه على طول وانوي وانقذ نفسي. عايز انقذ نفسي. فهمت ازاي؟ يبقى لازم لان الوقت ضاق يبقى لازم اكون عندي يعني احساس بان الصلاه دي لو فات وقتها ما اعرفش اعوضها بمال الدنيا. لو فات وقتها ما تعرف تشتريها بمال الدنيا؟ ما تعرفش تشتريها بمال الدنيا فعلا ما تعرفش تشتريها بمال. فالحقها بقى حاجه ما تعرفش تجيبها بمال الدنيا تبقى غاليه قوي يبقى انقذها. ادي معنى الفقهاء اللي بيقول لك عليه. وإن شرع فيها والباقي من الوقت ما لا يسع الواجبات فيجب عليه الاقتصار على الفرائض. ثم إن أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء. في الحالة دي بقى لو أدرك ركعة واحدة يبقى الكل أداء مع الإثم وإلا فقضاء كذلك. وبعدين نقف على الظهر اللي هي وقت الظهر إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وجزاكم الله خيرا.